كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. بالنسبه للانتقال اخويا راه مزيان الحمد لله، احسن من داك الشيء العشوائي اللي كان الاول، وداك الشيء راه مزيان الحمد لله، ونتمنوا يكون داك الشيء كلشي بخير. نتمنى المحلات راه الاصلاح راه كيكون عليك، كتدخل المحار ضروري خصك تصلحو بالطريقه اللي بغيتي نتايا، ماشي غيجيو هما غيعطيوك المحل وغيصلحو لك، راه ما جاتش. ضروري خصك تدخل المحل وتصلحو راسك بالذوق ديالك نتا، داك الشيء اللي باغي نتايا صافي. ونتمنى واخا يكون غير الخير، ونتمنى لهاد المارشي هذا ان شاء الله يخدم هذا ما كان. وتنشكروا السيد الباشا وتنشكروا السيد القائد والله يكثر خيرهم هذا ما كان. وتنتمنوا دابا غيديروا لنا واحد الباركينغ هنايا باش الناس يستاسيونيو الطوموبيلات ديالهم، ونتمنوا يكون الخير ان شاء الله. انا محمد طاهري مستفيد هذا المحل ديال با، وانا عندي كروسه حتى السبت، الناس كاع استفدت لا القديم ولا الجديد، كلشي استفد. وهاد الناس اللي تيقول لك حنا ما عطاوناش، سمعتي هادوك كانوا العشيش ديالهم كاع ما كاينين. مزيان مزيانه حسن من تما، كانت عندي تما عشه، انا اصبحت محل موثق، كاين الفرق. محلات مزيانين، كاين الفرق ما بين تما وبين هنايا. لا البراكه هي المحل، ما عمرها تمكن، كاين الفرق. انت لا اصلحتي محل تعرف شنو دير. هنا الانتقال هنا مزيان، هنايا احسن حاجه والله العظيم، كلشي يستافد والله الا كلشي يستافد، حتى واحد ما ضيعوه، كاع اللي عنده اللي كان عنده بركه كاع محيده كاع، وعطاه الاستفاده، كلشي يستافد. كان الشانطي كان ملي كيجيو الناس في السبت والحد ما تلقاوش حتى فين يجلسوا، فهمتيني. وكان الزحام كان كيعمر الشانطي بزاف، الكسيد تقريبا راه مات الاب ديالي نيت في هذه الطريق هذه. وشنو غادي نقول لك، حنا كنتمنوا التوسعه ديال هذه الطريق هذه، وان شاء الله يكون خير، يكون خير ان شاء الله. هذه القيصريه هذه والله الا مزيانه، والله الا مزيانه، واحسن من هذيك البلاصه العشوائيه. كانوا الطوابل، كانوا شويه ديال التكرفيس، كان بزاف ديال سميتو، كانوا عراقيل حتى في البيشان، وكان بزاف ديال الكوارث. السيد القائد وكيرجع للسيد الباشا والسيد العامل، السيد العامل بالخصوص، شكرا بزاف، الله يرحم الوالدين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.